معي للحديث عن مشواره من مصر إلى العالمية وكيف تحولت قصة نجاحه إلى مصدر إلهام لملايين الشباب، عازف البيانو العالمي رامز ياسر. من أسرة في أقصى صعيد مصر إلى العالمية، رحلة طويلة وحافلة للعبقري الموهوب الذي خطف أنظار العالم، عازف البيانو المصري العالمي رامزي يسا. البداية من كونسيرفتوار القاهرة، وكان من أوائل خريجيه، ثم السفر إلى موسكو للدراسة في كونسيرفتوار تشايكوفسكي، أكبر معاهد الموسيقى في العالم. وفي سنة 1974 حصل نابغة البيانو المصري على جائزة مرموقة في مسابقة تشايكوفسكي، وبعدها أصبح أول عازف بيانو عربي يعزف من مؤلفات بيتهوفن خلال مشاركته مع أوركسترا أوبرا القاهرة السيمفوني. كان رامزي ياسا هو أول عازف بيانو مصري يفوز بمسابقة بالوما أوشي الدولية للبيانو، وانطلاقاً من عاصمة النور قدم خلال مسيرته الناجحة العديد من الحفلات الكبرى في مختلف أنحاء العالم، وتعاون مع أكبر أسماء قادة الفرق السيمفونية، ومنهم البريطاني تشارلز جروفز والروسي فلاديمير أشكنازي. وقف رامزي ياسا على أكبر مسارح العالم ليعزف أشهر وأصعب المقطوعات العالمية. عزف على مسرح جون كينيدي بأمريكا، ومركز باربيكين وقاعة ألبرت الملكية في لندن، ومسرح الشانزليزيه في باريس، وبرلينر في الهارموني في برلين. وإلى جانب حفلات في عواصم العالم، يعمل رامزي ياسا أستاذا للموسيقى بمدرسة نورمال الشهيرة في باريس، ويلقي محاضراته على طلبة الدراسات العليا في أنحاء العالم، كما يشارك في عضوية العديد من لجان تحكيم مسابقات البيانو الدولية. حصل العازف المصري العالمي خلال مشواره على ميداليات فرانز ليست الرفيعة، ومنحته مصر جائزة الدولة التقديرية للفنون، ليكون أول عازف مصري يحصل على الجائزة منذ تأسيسها.